يعني ما زالت المبادرات مستمرة معانا يا هدير، ويمكن المبادرات دايما بتحقق مردود إيجابي، خصوصا لو فيها حافز زي ما قال الأستاذ محمد مصطفى. بكل فكرة تأكيد وجود كلنا حافز نحب نشتغل بالظبط بالحوافز. مكافأة. طيب نروح لمبادرة تانية، لأن في حالة فنية، الحالة الفنية دي فيها نوع من أنواع الجمال اللي اتعمل في محطة هليوبلس. تم تنظيم فعاليات، الفعاليات دي شارك فيها 10 من شباب التشكيليين الموهوبين وشباب كلية الفنون الجميلة، ورسموا على جدار المحطة أكتر من 100 سكتش وبورتري. ده غير إن هم كمان رسموا 3 جداريات كبيرة لتجميل المحطة، وده عمل حالة من البهجة بين المواطنين اللي بيترددوا على محطة هليوبلس. حالة من البهجة والسعادة انتابت الجميع في محطة مترو هليوبلس بالخط الثالث لمترو الأنفاق، التي استضافت فعالية فنية تحدث لأول مرة في مصر وداخل المترو. ناس من هليوبلس كانت هي الفعالية الأولى التي تم تنظيمها بحضور 10 من شباب التشكيليين الموهوبين وشباب كلية الفنون الجميلة، وحيث استطاعوا رسم أكثر من 100 سكتش وبورتري حي لركاب المترو. كما سيتم تنظيم معرض لهذه البورتريهات داخل المحطة، وذلك على غرار ما يحدث في محطات المترو في أوروبا. وفي نفس التوقيت كانت هناك فعالية موازية تحت عنوان ثلاثية هليوبلس، أبدع فيها 3 من الفنانين وقاموا برسم 3 جداريات كبيرة لتجميل المحطة وسط انبهار وسعادة الجمهور. ردود فعل مبهجة من الركاب والمارة على الحدث الفني، وسط أمنيات بأن تتكرر التجربة في جميع المحطات لتعكس الروح المصرية.